اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن دايما احنا في صباح الورد بنهتم جدا بالفقرات الاجتماعيه اللي ليها علاقه بتربيه الاولاد، لان دي حاجه موجوده في كل بيوتنا، واحنا الى اي مدى بنكون حريصين على اننا الولاد يكونوا بينشأوا بطريقه صحيحه، سواء من الناحيه النفسيه، من الناحيه الجسمانيه وغيرها من الجوانب، من الناحيه الصحيه طبعا. علشان كده بنعرض لحضراتكم واحد من المناهج اللي بيتم اتباعها عالميا، وهي منهج مونتسوري. منهج مونتسوري للي مش عارف، مونتسوري هي سيدة اسمها ماريا مونتسوري، ظهرت في إيطاليا وبدأت تشتغل في إيطاليا. هي طبيبة وفيلسوفة وكمان مربية للأطفال. بدأت شغلها مع الأطفال اللي عندهم إعاقة ذهنية، وبدأت فعلا معاهم. أول حد فعلا يعالج ذوي الإعاقة، يعني هما كانوا قاعدينها مع الولاد على أساس أن الولاد دول عندهم إعاقة ذهنية، فهي مجرد مربية قاعدة معاهم، لكن هي فكرت في طريقة للتدريس بالنسبة لهم، قدروا من خلالها أن هم يحققوا نجاحات ويحققوا تقدم. نجاح كمان بعد كده، مش لبس اللي عندهم أي إعاقة، ده كمان بقى يتدرس للأطفال طبيعيين جدا، وأعتقد عليه عامل أساسي دلوقتي، يعني الناس بتتجه ليه وبتحبه وبتسأل عنه وبتدخل تقرأ عنه كتير وتشوف الفيديوز والحاجات دي. وخلي بالك هو كمان بيعالج أعتقد بعض النقاط من الناحيه النفسيه، السلبيات. يعني السلبيات طبعا، بس من الناحيه النفسيه اكتر، يعني ازاي نتعامل مع الطفل في مراحل مختلفه، ازاي حتى ارتباطه بمامته، في اطفال بتبقى مرتبطه زياده عن اللزوم بمامتها او والدتها. انت طبعا اكيد انت المفروض تقولي الحاجات دي عشان لسه ما مريتش، بس يعني ده بس بيبقى اكيد انت بتشوفي ده في اصحابك طبعا، لان في حالات بتوصل لحاله مرضيه، يعني مش مجرد تعلق عادي او مجرد ان هو بيعمل حاجه سلبيه او حاجه غلط او عقاب معين مثلا عايزه تديهوله عشان بيعمل حاجه غلط، في موضوع بيوصل لمرض. يعني يمكن كمان من الحاجات اللي هنناقشها النهارده في الفقره بتاعتنا السرقه، يعني الطفل اللي بيسرق، الطفل اللي بيسرق اكيد ده بيبقى فيه عوامل كتير جدا مؤثره في الموضوع ده. زي ما قلنا قبل كده وبناكد معاكم، ان اولا التلفزيون يا جماعه ليه عامل مهم جدا، يعني الطفل اللي بيشوف حاجات او افلام او وات ايفر، لو شاف هو بيقلد، هو لسه بيكون تفكيره، فهو بيشوف بيتفرج بيقلد اللي بيعمله، بلس ان الموضوع فيه جانب نفسي، اعتقد فيه عامل نفسي كبير جدا. واحيانا السرقه مش بتبقى هدف اللي هي السرقه، ان هو ياخد حاجه ممكن يبقى عاجباه، حاجه مع زميله، حاجه مع الفكره ان الموضوع ممكن يستمر عنده في حاله ان انا بتعامل معاه لان هو متهم على ان هو مجرم. لكن احنا لازم نكون عارفين ان السلبيات اللي عند الأطفال جدا احنا ممكن نقومها، مجرد ان هي ظهرت ممكن نتعامل معها بشكل إيجابي، ندفعه للسلوك الإيجابي ونحاول ان احنا نقلل من عنده السلوكيات السلبية. ويمكن زي ما أشرنا ان ماريا مونتسوري بدأت الأول مع الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، فهي لما لقت ان في استجابة كبيرة من الولاد دول وان هم بدأوا يستجيبوا لطريقتها في العلاج النفسي، قالت طب ليه المنهج ده ما نبدأش كمان نطبقه على الأطفال الأسوياء، أكيد هيجيب نتائج مبهرة. وده فعلا اللي حصل، وبقى منهج تفكير ومنهج للتربية. دلوقتي بنشوف أكبر مدارس وأكبر حضانات بتتبع منهج مونتسوري. زي ما سمر قالت، سلبيات كتيرة جدا بتبقى عند الولاد، لكن فكرة إن أنا أتعامل معاها على إن هي سلبية وأكبر السلبية دي جدا جدا هتستمر معاه وتفضل موجودة معاه في الذاكرة، ممكن هي حتى تعمل له عقدة. لكن لما أتعامل مع النوع ده من المشاكل بشكل طبعا في علم وفي ثقافه من الام، عشان كده بنقول مهم جدا ان احنا مطلعه ومثقفه وتعرف تتعامل ازاي. العلم المونتسوري هو بياكد يا جماعه ان احنا ما نعاقبش الاطفال بالضرب او بان التزعيق فيهم او العنف، كل ده بالعكس، ده هو عامل البانش كورنر او اللي هو ركن العقاب، ان انت بتعاقبيه بشكل ما لكن بعيد عن الضرب، بعيد عن الاهانه، لان كل دي عوامل مؤثرة. وبعد كده ده ما بيجيبش نتيجة، يعني الطفل اللي بيتعود على الضرب او بيتعود على الاهانة او ان انت تزعقي فيه او هو بعد كده هو خلاص اكنه خد مناعة بالظبط، بالعكس هو ممكن كمان يطلع يضرب والموضوع هيخلص. لكن لما يتحط في زي ما يطلق عليه الركن بتاع العقاب ويبدا ان في ثواب وعقاب، يبدا ان يتمنع من الحاجات اللي هو لو كنت هتجيبي له هدية اخر الاسبوع او كنت هتكافئيه، لا انت عشان عملت كذا انت مالكش الموضوع ده، وروح اقعد في المكان الفلاني لوحدك. انا عارف ناس كتير بتطبق الموضوع ده تحت عينك طبعا، يعني مش لوحدك، يعني هتحبسيه في اوضه، لا هيقعد ما يتحركش، ده عقابه. فدي من احسن النماذج اللي هي غير الضرب وغير الاهانه، لان المشكله ان طريقه الضرب والاهانه بتخلي الطفل يطلع عنيف، وبنشوف العنف ده ازاي بيمارسوه مع
مع الحيوانات اللي موجوده في الشارع وازاي بيستمتعوا ان هم مع زمايله الاطفال، مع زمايله يعني طريقه المواجهه بتكون عن طريق الضرب وعن طريق العنف وعن طريق ان هو الطفل ده نفسه بيبقى في البيت اتعرض لعنف جسدي، اتعرض لعنف نفسي، اتعرض لعنف لفظي. فاحنا بنقول ان احنا العنف نبعده تماما عن طرقنا في التربيه، وان احنا نخلي الولاد يحبوا الحاجه اللي هم بيعملوها، ونحاول ان احنا نحسسهم ان اي سلوك غير محبوب ان احنا بننبذه، ان احنا رافضين السلوك ده، مش رافضين الطفل نفسه، لان هو طفل زي ما قلنا هو مش فاهم بالزبط. وزي ما قلنا مش معنى كده ان انا هسيبه براحته، لا لازم يبقى عندي ثواب ولازم يبقى عندي عقاب، لكن ازاي احدده وازاي اخد انهي منهج وانهي اسلوب ده هنشوفه معاكم. وخصوصا فقرتنا النهارده هنتكلم على الطفل، لان دي اعتقد مشكله بتواجه مراحل كتير جدا من الطفل، بالذات اللي لسه في مثلا في نيرسري ولا في مدرسه، ممكن يشوف مع زميله حاجه وياخدها ويرجع. انا عايزه اقول لك ايه رأي، هو طفل ده بيرجع ومبسوط جدا، ايه ده يا حبيبي جبت مثلا قلم ده منين، جبت المسطره دي منين، خدتها من مقلمه واحد صاحبي. طبعا الام او الاب او عامه مين بيربي ساعتها اتجاهه بيبقى عنيف جدا مع الطفل، وانت بتسرق ويتضرب ويتمنع. لا يعني هيفهم يعني ايه السر، او ممكن يعملها بعد كده ويمارسها برده بعد كده، بس من غير ما يقول يبقى هنا زودنا على المشكله مشكله ثانيه، وهي مشكله الكذب. يمكن من اكتر المشاكل اللي بتواجه الاطفال خصوصا في السن الصغير مشكله الوقت، ازاي الطفل يملى وقته، ازاي انا اقدر املى للطفل الوقت بتاعه من غير ما يكون الوقت ده سلبي، من غير ما يفتح التلفزيون يتفرج على اي حاجه موجوده لمجرد ان هو ساكت، او يمسك اي الكترونكس في ايده يلعب بيها فقط لمجرد ان هو ساكت وقاعد مش عامل لي دوشه. لازم يبقى في الام يكون عندها وقت نوعي تقدر ان هي تقعد فيه مع اولادها، تشغلهم بحاجات تكون مفيده وفي نفس الوقت بتعلمهم. تعالوا نشوف مع حضراتكم الفقره دي، فقره مونتسوري مع مروه. صباح الورد، اهلا بيكم في حلقه جديده من مونتسوري مصر. حلقه النهارده عن حاجه بتحصل كتير جدا 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 في المدارس وفي الحضانات وفي البيوت وفي الزيارات، وفي ناس كتيره ما بتعرفش تتعامل معاها. حلقه النهارده عن الطفل السارق. تعمل ايه لو ابنك سرق؟ تعمل ايه لو بنتك خدت حاجه مش بتاعتها؟ تعالوا نشوف هنتكلم عن الموضوع ده ازاي. ثانيه واحده بقى عده الشغل. شوفوا اول سؤال بنساله، هل الطفل اقل من 4 سنين مدرك وفاهم يعني ايه بتاعي او بتاعك او بتاعه؟ الإجابة هي لا. الطفل أقل من 4 سنين ما عندوش حدود ملكية، ما يعرفش الفرق ما بين بتاعي وبتاع أي حد. أمال هو بيقيم إزاي؟ ما دامت في إيدي تبقى بتاعتي، ما دام حطيت عيني عليها تبقى بتاعتي، ما دام مسكتها الأول تبقى بتاعتي، ما دام خدتها في شنطتي تبقى بتاعتي. يبقى الطفل أقل من 4 سنين مش عارف حدود الملكية، يبقى أنا ما ينفعش أعاقبه على فعل السرقة وهو لم يقترف فعل السرقة. دي كده حاجة نمرة واحد. نمرة اتنين، هل الطفل أقل من 6 سنين يقدر يسيطر على رغباته؟ إيه رغباته دي؟ أنا دلوقتي طفل أقل من 6 سنين، 4 سنين، 3 سنين، وعيني جت على الشوكولاتاية القمر اللي أنت حطيتها في جيبك، هل هقدر أمسك نفسي وما أجيش أقول لك هات أنا عايز الشوكولاتاية؟ هل هقدر أمسك نفسي وما مدش إيدي وأخدها من على الترابيزة؟ لا مش هقدر. هل هقدر أمنع نفسي عن السيطرة فعل لحاجة معينة؟ مش هقدر. يبقى الطفل أقل من 6 سنين لسه بيمرن نفسه وبيمرن قدراته على السيطرة، على الانضباط، على انه لما يشوف حاجه هو عايزها يدوس فرامل يقول لا. طيب هل الطفل بقى بعد 7 يفهم السرقه؟ شوفوا هو فاهم الصح من الغلط، لكن مش دايما قادر يعمل الصح، وفي ساعات لما بيجي يعمل الصح
الأمور بتلتبس عليه، وفي ساعات بينسى. طيب أنا بقى المفروض دلوقتي إن الطفل بتاعي جاب لعبة مش بتاعته، لقيتها في شنطته، الطفل دوت 3 سنين 4 سنين 5 سنين 7 سنين 8 سنين جاب حاجة مش بتاعته ولقيتها في شنطته، أعمل إيه؟ أول حاجة لا تضربه، لا تنهره، يعني ما امسكوش ازعقه وبستفه، لا تصفه بالسارق، ما تقولوش انت حرامي انت سرقت، ما عملش كده. ادي نمره واحد. نمره اتنين، نمره اتنين دي بقى امسكوا فيها جامد، لا تجبره على ارجاع ما سرق، ما غصبوش على ان هو بالعافيه يروح يرجع اللي سرقه، البديل ايه؟ جاي كمان شويه. لا تجبره على الاعتذار، ما قولوش غصب عن عينك تروح تعتذر. لا تفضحه أمام باقي العائلة أو الأصدقاء. يبقى أنا دي الحاجات اللي ممنوع إن أنا أعملها، وللأسف دي الحاجات اللي في أغلب الوقت هي دي اللي إحنا بنعملها. طب ما أعمل إيه؟ عشان أعرف أعمل إيه أسأل نفسي، هو أنا هدفي إيه من الموضوع ده كله؟ هل هدفي إن أنا أكسر الطفل، أشوه صورته قدام نفسه، أعقده، أفش خلقي فيه؟ لا 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 لا، مش كل الحاجات دي. أمال أنا هدفي إيه؟ هدفي أعلمه، هدفي أحسسه، هدفي أفهمه. طيب تعالوا نشوف بقى، لو أنا دلوقتي هدفي إن أنا أفهم الطفل، ركزوا بقى معايا عشان في سلسلة من الأسئلة أنا هسألها للطفل هدفها إن الطفل يفهم. أول سؤال، امسك الحاجه اللي جاي لي بيها دي واقول له ايه ده؟ ليه بقول له ايه ده؟ علشان ممكن الطفل يكون اخدها وهو مش مركز، يعني ممكن انا لما اقول له ايه ده يقول لي يا لهوي ما اعرفش، مش عارف ايه اللي جابها في شنطتي، دي بتاعت عمر مش بتاعتي. هدف السؤال دوت ان انا عايزه افهم منطق الطفل، يعني ممكن يقول لي انا لقيته في شنطتي، ممكن يقول لي لقيته على الارض، ممكن يقول لي لقيته في شنطه عمر، لقيته في الديسك، لقيته في اي حته. فأنا عايزة أفهم هو كان بيفكر إزاي وقت ما خده. السؤال اللي بعده، اسأل الطفل تفتكر ده بتاع مين؟ هدف السؤال ده إن أنا بساعد الطفل إنه يفهم يعني إيه ملكية، يعني إيه حاجة بتاعة حد. الطفل يحاول يفكر ده بتاع مين بقى؟ بتاع واحد زميله، بتاع حد كبير، بتاع المدرسة شخصياً، بتاع الحضانة، بتاع البقال، يبتدي يحاول الطفل يفهم. لو ما قدرش يعرف ده بتاع مين، نبسطها له أكتر وأسأله السؤال اللي بعده، تفتكر مين اللي دفع فلوس ده؟ كده يبقى الطفل هيعرف إن الملكية مرتبطة بمين اللي دافع فلوسه ده بتاع مين. ممكن بقى ساعتها يقول لي أنا اللي دفعت فلوسه، أقول له طب جبت الفلوس منين؟ ممكن يقول لي أنت اللي دفعتي فلوسه، أقول له أنا ما دفعتش فلوس ده. ممكن يقول لي ده جه هدية، أقول له مين اللي ادانا الهدية؟ كل ده هدفه ان انا اخلي الطفل يدرك بقدراته لوحده خالص ان الحاجه دي مش بتاعته. السؤال اللي بعده ان انا ابتدي اساله تفتكر فلان اللي هو صاحب الحاجه بقى حاسس بايه دلوقتي من غير الحاجه دي. الهدف من السؤال ده ان الطفل يبتدي يحس بتاثير تصرفاته على اللي حواليه، يبتدي يحس بالندم، يبتدي يحس ان يا ده حد هيبقى زعلان بسببي، ده حد هيتعاقب بسببي، ده حد حياته هتتأثر بسببي. السؤال اللي بعده واقول له تفتكر احنا ممكن ازاي نخلي فلان ما يبقاش زعلان؟ تفتكر ازاي ممكن نخلي اهل فلان ما يعاقبوهوش؟ تفتكر ازاي ممكن المدرسه ما يبقاش عندها نقص في الحاجه الفلانيه؟ يبقى انا كده بخلي الطفل يشغل مخه في ازاي يصلح اللي هو عمله، ازاي يتدارك عواقب اللي هو عمله. وبعدين اعرض بقى على الطفل دعم معنوي، تحب اجي معاك؟ محتاجني اجي معاك عند فلان؟ محتاج مساعدتي؟ عايزني اقول لك تقول له ايه؟ انت خايف؟ اهم حاجه لا قلت له انت حرامي ولا انت سرقت ولا قلت له اي حاجه سلبيه، الكلام كله في سكه اللي انكسر يتصلح، ما جراش حاجه، كلنا بنتعلم، واهم حاجه ان احنا نرجع الحاجه لصاحبها علشان ما يزعلش. بصورة عامة نلخص الحكاية، الطفل مش حرامي، الطفل أخد الحاجة لأنه مش عارف حدود الملكية، لأنه مش عارف يسيطر على نفسه، لأنه مش عارف الصح من الغلط. وفي ناس بتفتكر ما أنا جايبه له كل حاجة بيسرق ليه؟
هو ما سرقش وملهاش صلة بأنا جايباله وأنا مش جايباله. المفروض إن الطفل يتعلم أنا جايبة أنا مش جايبة، عندنا ما عندناش، حاجة غيرنا ما نمدش إيدنا عليها. وبكده نبقى وصلنا للنهاية بتاعة الحلقة دي، واشوفكم في حلقة جديدة من مونتسوري مصر.